رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قدمنا السلد وقدمنا المشروب الايس كوفي الجميل ده. دلوقتي هنعمل صنف لطيف كده سريع. في ناس كتير بعتوا لي بيقول عندنا يعني شويه كميه من جوز الهند عايزين نستفيد منه وخايفين ان هو تروح منه الطعم او الريحه او النكهه بتاعته. عندنا حاجات كتير نقدر نعملها. اولا تقدروا تعملوا منه حليب جوز الهند، تقدروا تعملوا منه شكلمه، تقدروا تعملوا منه حاجات زي الوصفه اللي هنعملها النهارده وحاجات بتنفع جدا كبار وصغيرين. تقدروا تحمصوا منه شويه ويستخدم في الحاجات الحلوه زي ام علي وزي الحاجات اللي بندخلها زي الجلاش بالمكسرات وزي مثلا كنافه مكسرات ونحط منه شويه. في حاجات كتير قوي نقدر نستغل بيها جوز الهند. طيب انا النهارده هعمل وصفه لطيفه وسهله وللحقيقه الصغيرين هيتبسطوا بيها قبل الكبار. تعالوا كده نشوف اصابع الجوز الهند بالشوكولاته. طيب عندي 250 جرام من الجوز الهند الناعم، ابشور ناعم يعني، ولو هو عند حضراتكم خشن شويه اضربوه في الكبه. كوبايه ونص من كريمه الحلويات وكوبايه لبن محلى مكثف، واحنا اتكلمنا عن طريقته في البيت، اعملوا سيرش هتلاقوه على مطبخ عظيمه. 250 جرام شوكولاته باللبن اللي هي هنعملها، او شوكولاته خام ممكن قوي براحتكم يعني. لا دي حضراتكم عايزينها شوكولاته خام مذابه على البخار ماشي، عايزينها زي الجناش 200 جرام 200 ملي كريمه على 250 جرام شوكولاته ماشي، او شوكولاته بس. طيب هنعمل ايه بقى؟ دي اول حاجه بسم الله الكريمه، بسم الله الوصفه دي لازم تسقع مهمه قوي، وادي الحليب المكثف المحلى مهمه قوي في الوصفه دي. انتوا عارفين ممكن تعملوها بس بيه، وعلى فكره انا قلت لحضراتكم كمان على طريقته في البيت واتكلمنا عنها وتقدروا برضو تشوفوها من خلال المطبخ عظيمه. سهله وبسيطه اعملوها في البيت هيديكوا كميه اكبر ودنيا تبقى الطف، وخصوصا ان في ناس كتير قوي انا شايفه انهم بيستخدموا اللبن الباودر كتير في وصفاتهم، هو اساسه برضو فيه من اللبن الباودر. كوبايه لبن باودر وكوبايه سكر بودره ونص كوبايه ميه مغليه من الكاتل ومكعبين من الزبده ويضرب في الخلاط ولازم يبات ليله في الثلاجه. انا قلته لكم اهو سريعا عشان لو حضراتكم حابين تعرفوا. طيب هنحط بقى كميه جوز الهند، انا كل ده ما حطيتش على النار. بصوا نقلب كده كله الاول بسم الله. طيب تعالوا بقى ايه اشيل واسك ونحط سباتشولا عشان يساعد على طول. هناخده على النار بقى هنا بسم الله. بسم الله. طبعا دي من الوصفات الجميله قوي الحقيقه برضو محببه. تعالوا بقى اول ما بيتشرب جوز الهند ده تعالوا ناخده على النار بس تقريبا يمسك نفسه كده وينشف. هو دلوقتي بصوا سايل كده سنه، كل السوائل دي تنشف وهو يبدا ينشف عشان نعرف نلمه زي الكور كده، وهيبقى طعمها حلو قوي. حاول تبقى قريبه، نفسي والله انتوا تبقوا يعني تمام كده تمام. طيب خليني اخد بوله كده جنبي احتياطي، وانا برضو هوري حضراتكم هنا شكل القالب برضو يعني هديكم كذا اختيار. بصوا بسم الله كده بسم الله. بصوا السوائل تبدا تتشرب كده، لما هاجي بقى ابدا تبقى زي العجين كده. نقدر نعمل ايه؟ نقدر بقى نشكلها كويس، وبرده في طريقه هنعملها بيها لازم تساعدني على التشكيل، لازم تسقع، استحالة اعرف اشتغل فيها كده بدون ما تسقع الا في حاله واحده، لو انا مش حاطه كريمه، حطيت حليب مكثف محلى فقط
واشتغلت بيها فبقت حاجه زي استاكي كده بتتلزق، فماشي اوكي ممكن اعمل كده، لكن انا من عايزاها الطعم الحلو زي اللي ايه اللي بتتباع وزي اللي بناكلها بره، بتبقى ليها طعم وتست حلو كده. فالكريمه الحقيقه بتدي تست حلو، وهنا نسبه برده الحليب المكثف المحلى مش كبيره، علشان برده اصدقائنا اللي ايه مش بيحبوا يستخدموه كتير، هتبقى لطيفه جدا. بصوا اهو، ممكن ادهن بقى القالب ده، احط فيه زيت جوز الهند، امسح، وبعدين هحط ورقه من ورق الزبده ونشكلها. ممكن في طريقه تانية برضو بالسكينه، خليني برضو يا اما في قالب زي ده محكوم يا اما هنا، وانا برضو هوري لحضراتكم بعد ما بقلب دي كده كويس كده. بصوا بصوا، ارفعها، بصوا كده كده تمام. عايزين بقى ناخد المقص وناخد الورق الزبده وهنقص على قد القالب ده علشان يديني مربعات كده. خليني هنا اشوفه ممكن يكون غطسان هنا، وناخد كده ورق الزبده، بسم الله، هقص على قد القالب، بس هشيل الحته الاول اللي هي مش مستويه، وبعدين هشيل دي. بسم الله، وهدهنه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس هتبقى متماسكه معايا. وناخد زيت من زيت جوز الهند، احنا الحقيقه كده بسيطه قوي، مجرد ان انا اثبت الورقه بتاعتي. خليني اشوف هي قد ايه، تمام، معلش انا متعوده بقص بايدي على طول، انا يعني كنت بعمل كيكس كتير، العيله بتحب السويتس فدايما بيبقى على طول بعمله كده، مش بقيس بس يعني عشان تقريبا القوالب معروف، لكن حضراتكم تقدروا تقيسوه عادي مفيش مشكله كده هنا، عشان لما اجي اشيلها تبقى فيه سهوله بالنسبه لي. طيب هاخد بقى الخليط ده، بسم الله، خلينا نشوف برضو ارتفاعه، بسم الله الرحمن الرحيم، اشوف كده، انا مش عايزاه مرتفع قوي، تمام، خد شويه كمان تبقى قلبوزه كده سنه، يعني فيها حشو لكن مش قلبوزه قوي. طيب هاخد بقى معلقه كده وابدا ايه انزل المعيار ده مظبوط. شايفين حضراتكم ازاي؟ طبعا الزيت بتاع جوز الهند بيفرق قوي. خليني اخد على ظهر المعلقه كده نقطه هنا، تمام، وهعمل كده والناحيه دي هنا، الارتفاع مش كبير 2 سنتي تقريبا، شايفين اهو، شايفين كده، شايفين تبقى ملساء خالص، هتدخل الفريزر، بسيبها تجمد، بقطعها كده الاول بالسكينه صوابع صوابع كده العرض ده، وبعدين باخد كل صباع منهم اديله شكل الايه ده. بصوا بقى لما بتسقع بتبقى ماسكه نفسها ازاي، هاخد بقى اديله شكل الداير يعني المدور ده، هي متقطعه كده فمتقطعه مستطيل، انا عايزه ادورها فبعملها بايدي، وده شيء طبيعي وعادي جدا. عندي الشبكه هحتاج ايه احطها هنا علشان ابدا اصفي عليها الشوكولاته، شايفين كده، بصوا انا بس بظبطها مع حضراتكم، طبعا نعملها زي اللي موجوده او بتتباع الحجم بتاعها اللطيف ده. تقدروا بقى تعملوا حاجه، انا في ناس بتستخدم الشوكولاته باللبن،
وممكن اديها من فوق صوص شوكولاته اغمق، تبقى طبقتين زي ما احنا عاملين، وممكن نعملها كلها طبقه واحده هوريها لحضراتكم دلوقتي، فوق زي تحت نفس نوع الشوكولاته، ونبدا نزينها او نحطها في الثلاجه تمسك نفسها وتجمد وتبقى لطيفه جدا. هي خد شوكه كده بس عشان نعرف نصفيها كويس، هنا في صوص الشوكولاته كده هنا. دي طريقه وانا بحب الحقيقه اصفيها قوي كده. اوريها لكم كده زي ما انا عامله دول على الشبكه هنا. ناخد واحده كمان كده. احنا انا مجهزت دول قبل ما ندخل دلوقتي مع حضراتكم كام واحده كده. هنعمل كده اوكي، وهاخد التالتة الصوص اهو ونصفي. لازم شوكة عشان يبقى تحتها فراغ فتتصفى بشكل حلو. انا بقى بصراحة في قوالب برضه هقولها لحضراتكم عشان اللي حابب، لان برضه دي بتتباع وفي ناس كتير قوي بتعملها وعارفة ده. قوالب سيليكون بتكون القالب واخد الفريم ده زي ده بالظبط اهي. القالب ده بنحط فيه بالظبط جوز الهند في كل العيون اللي موجوده فيه المستطيله، بتطلع ارتفاع واحد شكل واحد زي ما حضراتكم شايفين مقاس واحد. ده معمول باليد يعني باجتهاد مننا، اكيد مش هيبقى كله مظبوط بالفريم، بس لو عايزينها بقى بجد مظبوطه زي ما في ناس كتير قوي بتحب تعمل ده وهتبقى كده، هتبقى في القالب السيليكون ويتباع في اماكن مستحضرات الحلويات. عارفين زي ايه؟ زي القوالب اللي احنا بنجيبها نعمل فيها الشوكولاته الخام، او نديها ايه نعمل فيها الشوكولاته، بتبقى شكل ورده شكل قلب شكل حاجات، وبنعمل فيها كمان الجالي او الحاجات اللي هي بالجالي اللي ايه اطفالنا بتحبها. خلينا بقى نشوف كده صوص، ممكن نقدم عليها كده شويه صوص غامق. مش هتلاقي اللي عندي ده صوص غامق جاهز، خلينا نقدمه. هيا وناخد كده. دي طريقه، وممكن بقى نيجي لو ده صوص عليها على الوش اهو كده وحدات كده اهو شايفين دي. وممكن عايزين اللي على الطبق كمان ولا خليها لكم كده؟ اوكي بصوا اهي ونجمل بقى الشويه الحلوين دول كده بالشوكولاته. وطبعا هتعجب جدا الكبار والصغيرين، اتمنى يا رب تجربوها. وصفه سهله وبسيطه وكان استغل بيها الحاجات اللي موجوده. عايزين تقدموها بشكل بالظبط مظبوط، قدموها بالقوالب السيليكون او قوالب الشوكولاته الصغيره اللي بنعمل فيها الشوكولاته. عايزين تقدموها بشكل كده تبقى اكبر شويه، تبقى زي دي بالظبط كده وهتبقى جميله جدا وهتستمتعوا بيها. اتمنى يا رب تكون نالت اعجاب حضراتكم الوصفه. والنهارده عملنا وصفات، اتمنى يا رب تكون ردت كل اصدقائنا اللي طلبوا مننا حاجات قدرنا ان احنا نوفيها النهارده. وطبعا الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعه جدا، لكن في النهايه اطلب من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده، على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.